طبيعي جدا طبعا ان كل منشطات الجرايد النهارده بتتكلم عن لقاء النادي الاهلي كونفالا سيتي، وبتركز اكيد على المباراه الهامه دي اللي اكيد هتحدد مين اللي هيكون صاحب المركز الاول ومين اللي هيكون صاحب المركز الثاني في المجموعه دي. نبتدي مع الاهرام. معنا دلوقتي كريم، معنا كريم من معسكر النادي الاهلي في برج العرب. مساء الخير عليك. اهلا بيكي شيماء، تحياتي ليكي وبرحب بيكي وبرحب بكل الساده المشاهدين. في البدايه كده عايز اعرف منك ايه اخر اخبار معسكر النادي الاهلي في برج العرب قبل يمكن ثلاث ساعات بس من اللقاء الهام النهارده؟ يمكن لو بنتكلم على اجواءنا وكواليسنا هنا في الاسكندريه، فندق الاقامه طبعا الخاص بفريق للنادي الاهلي، النادي الاهلي كالعاده بيستعد بكل قوه طبعا نظرا لمباراه الحرس الحدود. النادي الاهلي استمر هنا في الاسكندريه، ضيق الوقت الكبير، تلاحم المباريات الكبير ليه تاثير كبير جدا على فريق النادي الاهلي، مفيش وقت ان هو يكون فيه ريكفري للعيبه، لكن زي ما قلنا قبل كده مستر مايكل اندمان بيقوم بمجهود كبير جدا لاستعاده اللاعبين لالتقاط الانفاس من جديد. زي ما بنقول الوقت القليل وضيق الوقت وتلاحم المباريات بنفقد عدد كبير من اللاعبين في المباراه الماضيه، وايضا كمان فقدنا في مباراه حرس الحدود، وهنفقد عدد كبير كمان في مباراه اليوم الاهلي كامبالا سيتي ان شاء الله على استاد برج العرب في الساعه 9 مساء. لو بنتكلم على الاجواء والكواليس هنا في فندق الاقامه، كعاده فريق النادي الاهلي كان في فطار صباحا في الساعه 10 صباحا، يليه طبعا وجبه الغداء في الساعه 2:30 ظهرا، لكن يمكن قبل وجبه الغداء بيكون في نظام جديد يمكن بيتبعه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، بيكون في عدد كبير جدا وعدد من الدقائق لاطالات اللاعبين قبل طبعا الدخول في المحاضره الفنيه الاخيره. طبعا الاطالات دي بتكون نوع من انواع الاستشفاء كمان اللي بنتكلم عليه، اي وقت واي ظرف بيكون فيها النادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي بيلاقي فرصه ان هو يعمل ريكفري للعيبه بيكون متواجد معاه، بيحاول ان هو طبعا يعمل استشفاء وريكفري للعيبه خلال الايام القادمه او خلال المباراه قبل المباراه كمان بيبقى مهم جدا للعيبه النادي الاهلي. لو بتكلم اكيد على الاجواء الخاصه بفريق النادي الاهلي، الكواليس غياب عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي على راسهم ميدو جابر ووليد سليمان، بخص ميدو جابر بالذكر واحد من اللعيبه المخلصين جدا اللي بيأدي أداء أكثر من رائع خلال المباريات الماضية. ميدو طبعا نظرا لمجهوده الكبير وتلاحم المباريات العضلة الخلفية اشتكى منها خلال المباراة الماضية، لم يشارك في مباراة الحرس وأيضا لن يشارك في مباراة كامبالا. وليد سليمان انذارين هيغيب النهاردة عن المباراة، لكن من استفسارنا مع الكابتن محمد يوسف كابتن سامي قمصان بنتكلم طبعا هل هيكون في يمكن فجوة أو هيكون في اللعيبة دي هيكون ليها تأثير كعادة النادي الأهلي. النادي الأهلي بمن حضر كل اللعيبة جاهزة لهذه المباراة، النادي الأهلي بالفعل قدر ان هو يصل الى مقدمه المجموعه، لكن النهارده يمكن الهدف من هذه المباراه ثلاث نقاط اللي هيخلونا بشكل كبير جدا نتصدر المجموعه واحنا مستريحين، لسه كمان هيكون في دور الثمانيه بالنسبه طبعا للترتيبات الخاصه بعد دور الثمانيه، مش عايزين نقابل اي فرقه تكون عائق بالنسبه للنادي الاهلي، عايزين تكون فرقه ان شاء الله تكون في المتناول، لان ان شاء الله باذن الله بنتمنى استمرارنا وتصحيح المسار كعاده فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه حتى نهايه البطوله، وان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. زي ما بقول لك يمكن كمان الخبر الهام والمهم جدا لفريق كل جمهور النادي الاهلي هو مؤمن زكريا اللي بيتواجد في معسكر فريق النادي الاهلي بعد غياب اربع مباريات خلال المباريات الماضيه. مؤمن زكريا طبعا يمكن كانت رؤيه فنيه للجهاز الفني مستر باتريس كارتيرون الكابتن محمد يوسف استبعاده من المباريات الماضيه، لكن نظرا للظروف نظرا للاصابات نظرا للاجهاد استعان الكابتن محمد يوسف ومستر باتريس بمؤمن زكريا وعوده بكماني مهالينبي ايضا كمان للقائمه الخاصه بالمباراه. الظروف ماشيه بشكل مميز، الامور هنا ان شاء الله تكون مهيئه للنادي الاهلي لحصد نقاط في المباراه باذن الله. الساعه 7:15 هيكون التحرك الاخير لفريق النادي الاهلي هنا من استاد برج العرب، ان شاء الله هيصل قبل انطلاق المباراه كعاده تعليمات الاتحاد الافريقي بساعه ونص. الامور كلها زي ما بقول لك يا شيماء هنا ماشيه بشكل مميز جدا، وينقص كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه اليوم الاهلي وكامبالا سيتي. شكرا ليك زميل كريم احمد من مقر النادي الاهلي معسكر النادي الاهلي.